ايس كريم ايه اللي ب 30 و40 جنيه؟ ده انا النهارده هعمل لك اكتر من كيلو ايس كريم الاقتصادي اللي مكوناته موجوده كلها عندك في البيت. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان حقيقي قبل ما انتوا تستفادوا ولادكم هيفرحوا قوي بفيديو النهارده. يلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه معايا كده جبت باكو كده حلو من ايه؟ من الشوكولاته الخام. النوع ده حلو جدا يا جماعه، اكتر بكتير من انواع استخدمتها قبل كده وما كانتش حلوه معايا. فضيت الباكو كله وضفت عليه ربع كوبايه من الحليب. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، اختاروا دايما الشوكولاته الخام من اللي هي مش سايبه، مش اللي عند العطار السايبه، لان هي بتبقى كارفه من ريحه العطاره اللي عند العطار. فخلينا في الايه، في المغلف. رحت عندي بقى في الخلاط بتاعي، ضفت ايه، ضفت كوبايه سكر، تلت كوبايه زيت، معلقه كبيره من الزبده، ضفت عليهم كمان كوبايه كبيره من اللبن البودر او الحليب البودر. وكلنا دلوقتي هنقول يا نشوه زي اقتصادي وحليب بودر. هقول لك يا ست الكل، الشويه اللي انا ضفتهم دول ب 25 جنيه. كل اللي عليكي روحي تشتريهم سايب ب 25 جنيه، هتضربيهم حلوة قوي قوي قوي. وتطولي بالك كده وانت بتضربيه، لان انت دلوقتي حالا بتعملي حليب مكثف. ايوه حليب مكثف، وممكن تستخدميه لاستخدامات تانية كتير. اللي انا ضفته ده كمان كان شوية مية، لان لقيت هنا القوام تقل معايا شوية فحبيت ان انا اخففه. بس اهم حاجة عشان الحليب المكثف بتاعك يطلع ناجح، انك تفضلي تضربي 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 فيه لحد لما تاخدي القوام اللي انت عايزاه، اللي هو زي ما انت شايفاه معايا كده. كل ما هتسيبيه كل ما قوامه هيتقل معاكي. رحت عندي بقى في بوله وضفت كوبايه كبيره من الكريم شانتيه السايب. طبعا كل الحاجات اللي انا بستخدمها النهارده دي سايبه بجيبها من عند العطار. وكمان معايا كده كوبايه كبيره من الميه المتلجه. يا جماعه بضيف ربع في ربع واقلب تقليبتين وافضل اضرب فيه اضرب فيه لحد لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طيب كريم شانتيه في منه نوعين، في نوع بالسكر وفي نوع اللي هو الخام اللي بدون سكر. اللي بدون سكر ده هتلاقوه معاكم بالاستمرار في الضرب تقل معاكم بسرعه، اما اللي بسكر هتلاقوه خفيف شويه. بس في كل الحالات مش هتفرق معانا، عندك ده استخدمي عندك ده استخدمي. رحت بقى للشوكولاته الخام بتاعتنا بعد ما دوبناها، ونروح ضايفين عليها على طول الحليب المكثف اللي احنا عملناه. وكل ما اضيف شويه حليب اكل كده معلقه واقول الله ايه ده، ده اختراع حقيقي. على طول بقى بعد كده عملت ايه عشان اعزز اللون معايا كده الشوكولاته قوي، ضفت معلقتين كبار هرميين من الكاكاو الخام. وهتك يا ضرب ضرب ضرب، افضل اضرب فيهم. بعد كده اما الاقي مكوناتي كلها امتزجت مع بعضها انزل بيها على الكريم شانتيه بتاعنا. ولاحظوا هنا ان قوام الكريم شانتيه معايا كان تقيل شويه. ابتديت ان انا برضو ادمج كل المكونات مع بعض، وهنا الايس كريم بتاعنا كان جاهز. عندك حل من الاتنين، يا تضيفيه كده في قالب الانجليش الكيك الحلو ده، يا اما تضيفي فيه بقى قطع الشوكولاته الصغيره او سبرينجل او مثلا فواكه مجففه زي ما تحبي. ممكن عارفه تعملي ايه كمان، تضربي اوريو وتروحي ضيفاه عليه، هيبقى حلو قوي. اي اختراعات ممكن تعمليها زي اللي بناكلها من بره، دبدبتين كده. ورحت جايبه ايه اكياس السندوتشات وايه وسويته من فوق الوش، هيدخل الفريزر مده لا تقل عن 6 ساعات. وطلعيه من الفريزر وتعالي اقول لك بقى هتعملي ايه. اول حاجه هتعمليها انك هتدعي لاختك نشوه وتعملي لها لايك كبير قوي، لانك حقيقي هتاكلي ايس كريم خيالي. مش عايزه اقول لك زي اللي بنشتريه من بره، لان هو احلى بكتير. تعرفي منين الايس كريم ده ناجح؟ الايس كريم لازم يبقى ستريتشي كده، يعني ايه عارفه، بيبقى ليه مطه كده، تعرفي ان ده ايس كريم حلو قوي. فضلت اكل 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 فيه انا وولادي، حاجه حلوه جدا. صوص شوكولاته كمان، وكلي كده واتبسطي. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان المحتوى دوت عجبكم ومحتوى هادف، ما تبخلوش عليا ان انتوا تعملوا له لايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.